أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما فيهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. هو كما أثنى على نفسه سبحانه، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، البشير النذير والسراج المنير، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لكم أيها الإخوة حضوركم مجلسا من مجالس العلم التي ربما ندرت في هذا الزمان. هنيئا لكم ما يتحفكم الله عز وجل به من نعمه في مثل هذا المجلس، وأبشركم أنكم بإذن الله عز وجل على خير وفي خير، وتسعون نحو الخير. فقد ثبت أن لله عز وجل ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر أو مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلسا من تلك المجالس حفوهم بأجنحتها، فنزلت على أهل ذلك المجلس السكينة. وإذا قلنا نزلت السكينة، يعني أبعدت من قلوبهم العجلة فصاروا في سكينة، وغشيتهم الرحمة. وإذا غشيتهم الرحمة، كأنما نزعت الشقاوة من قلوبهم والقسوة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ثم يصعد هؤلاء الملائكة فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم، من أين أقبلتم؟ فيقولون من عند عبادك، ويسمون واحدا واحدا، يتجلجل اسمك في الملأ الأعلى، فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان، كل واحد مذكور اسمه فوق. فيقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم، فماذا يسألون؟ فيقول الملائكة يسألونك الجنة، يعني ما جلسوا إلا من أجل الجنة ورضوانك. فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم، وهل رأوها؟ قالوا لا، ما رأوها. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها؟ فيقول الملائكة لكانوا أشد لك ذكرا وعن جهنم رغبة، يعني يرغبون عن جهنم. فيقول ومما يتعوذون؟ فيقول الملائكة والله أعلم بهم من النار. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ فيقول الملائكة لا، ما رأوها. فيقول سبحانه فكيف لو رأوها، كيف لو رأوا ناري؟ فيقول الملائكة لكانوا أشد عنها رغبة وإليك ذكرا. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. هاي الكرامة، كل اللي في المجلس حظوا بمغفرة الله سبحانه وتعالى. يقول واحد الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلانا ما جاء إلا لحاجة. أحد الناس دخل المجلس ما يريد يستفيد، بس أتى يشوف واحد من أصحابه في المجلس، فجلس على جنب. واحد جاء من أجل فلان أو كذا، فيقول الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أحبابي الكرام، حديثي وإياكم في هذه الليلة حديثنا بعنوان عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال، موضوع جدير بالاهتمام. وعندما أقول عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال، فإنما نعني من جميع الجوانب كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع المسلم. فإن الإنسان بعد أن يكون طفلا رضيعا يصل للمرحلة الثانية، هي مرحلة الطفولة. نحن نتحدث عن هذه المرحلة، عن هذه المرحلة التي تقارب بالإنسان ما بين سن السنتين إلى سن 12 أو 14 سنة قبل البلوغ. هاي يسمون مرحلة إيش؟ الطفولة. نحن نتحدث إن شاء الله عن هذه المرحلة. أهم ما ينبغي معرفته أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المثال الحي والصورة الأنموذجية للتعامل الراقي مع الأطفال. ولذلك إذا وجدنا أبا أو والدا قد عامل طفلا من الأطفال، سواء طفله أو أطفال آخرين، عاملهم بقسوة، قلنا له خرجت عن نطاق النبوة، النطاق التعامل النبوي الكريم. فإذا أردنا أن نشبه لهذا الرجل الذي يتعامل مع الطفل بمثال، فلا أدل من مثال الأقرع بن حابس التميمي، صحابي من البدو، جاء فوجد موقفا أمامه أول مرة يشوفه في حياته، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، وكان حفيديه سبطيه ابني بنته فاطمة، يقبلهما ويحضنهما ويداعبهما.
فقال هذا الأقرع رضي الله عنه، قال: أو تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أما إنه عندي 10 من الأبناء ما قبلت منهم واحدا قط، 10، ولا واحد قبلت بحياتي، فكيف تقبلون صبيانكم؟ فلم يزد أن قال كلمتين: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وإذا أردت بر ولدك بك مستقبلا، أظهر له البشرة والعطف والحنان في طفولته، أعطه حظه. يا أخوة، في واحد من قبيلة بني ثقيف اللي كانت تسكن الطائف، اسمه غيلان ابن سلمة، احفظوا الاسم هذا، غيلان ابن سلمة، هذا عاش ردحا طويلا من الزمن في الجاهلية، وفي آخر حياته الله كتب له الإسلام وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحظي بلقائه، بس مجرد أن يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم صار إيش؟ صحابي وكبير في السن، من بني ثقيف. غيلان هذا سئل سؤالا، فقيل له: أي أبنائك أحب إليك؟ قيل له: بما تحب أبناءك، أو كيف تحب أبناءك، أو كيف تفضلهم، أو أيهم تقدمهم؟ فقال 3 كلمات، قال: صغيرهم حتى يكبر، هذا أحب واحد لي. لذلك ما يرام الإنسان لما تكون عند طفلة أو طفل صغير ويكون حب أكثر شيء لهذا الطفل الأخير. قال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ. لو إن شاء الله كان عمره 25 ولدي هذا، بحب أكثر من غيره لين يبرأ، هذا كلام غيلان. ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يعود، أي حد منهم في أي سن غاب عني. ما أكثر الآن ما شاء الله أولاد الأسر اللي يسافروا مثلا للدراسة في بلاد الخارج، ربما يغيب سنة وسنتين، وتلاقي الأم متلهفة عليه والأب متلهف عليه، والأبناء عندهم في البيت يقول: هيه تحبون أكثر من نحن. قال: لا ما نحبه، لكن لأنه غايب، هو فاقد هذا الحنان الآن، فغائبهم حتى يعود. إذن أي أبنائك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى إيش؟ يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يعود. الشيء الآخر، كيف كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ لم يخلو عليه الصلاة والسلام من منهج المداعبة والتقبيل والتعليم. التعليم طبعا يلتحق به التوجيه والتربية. أما منهج المداعبة، فما أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من مداعبته لأطفاله أو أطفال ابنته فاطمة أو أي صغير من صغار المسلمين. في إحدى المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة، فوجد الحسن والحسين أو أحدهما يلهوان، فقام عليه الصلاة والسلام يركض تجاه هذا الطفل، والطفل هذا يحاول أن يحاور النبي صلى الله عليه وسلم من مكان لمكان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحقه، حتى أخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه بين لحيته عليه الصلاة والسلام وكفه، كان صغيرا جدا، وأخذ يقبله عليه الصلاة والسلام ويقول: حسين مني وأنا منه، حسين مني وأنا منه. وكانت مداعبته عليه الصلاة والسلام تقتضي منه حتى وقت العبادة أن يتلطف معهم، فكان إذا صلى عليه الصلاة والسلام يأتي الحسن أو الحسين يقتربان منه فيعلوان ظهره وهو ساجد، فيظل ساجدا عليه الصلاة والسلام حتى يفرغ أحدهما من اللعب على ظهر جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما رآهما قد نزل قليلا قام عليه الصلاة والسلام من السجود بهدوء حتى لا يسقط الطفل، ثم إذا أراد أن يقوم أخذ الطفل معه وهو يصلي. وقد روي عنه ذلك أيضا مع أمامة بنته زينب. أمامة رضي الله عنها تزوجها بعد ذلك لما كبرت علي بن أبي طالب، بنته زينب حملها على كتفه أو منكبه، وكذلك مع الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. فحتى العبادة لم تشغله عليه الصلاة والسلام عن أن يمارس مداعبته مع أطفاله أو يهتم بهم أو يعتني بهم هذه العناية، وكلها أيها الإخوة الكرام بالأثر الإيجابي، لأن الطفل إذا وجد هذا الحنان من الأب أو من هو بمقام الأب فإن الطفل يشب على حبه. لكن تخيل لو الأب منذ الصغر شاف ابنه بيركب على ظهره دز من هناك أو مد يده على يده حتى يبعده، فإن هذا الطفل سيتولد في نفسه بعض القسوة تجاه أبيه أو تجاه من يعتني به. كذلك أيها الأحباب الكرام، ذات مرة كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يخطب بالناس، فدخل تقول الرواية الحسن أو الحسين، وفي رواية
أنهما معا وقد لبسا ثوبين بهما حمرة وقد جرى أذيال الثوبين فتأثرا لما دخلا، كان طفلين صغيرين تأثرا. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس خذوهما ردوهما البيت، نزل عليه الصلاة والسلام من منبره وأخذ يمر بين الصفوف حتى أخذهما وأتى بهما وأبدى للناس كيف هي الطريقة المثلى في التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال الذين لا يدركون ما هو الصواب وما هو الخطأ، وإنما بحاجة إلى الإرشاد والتوجيه. إذن المبدأ الأول، مبدأ التعامل أو المداعبة مع الأطفال، هذا مبدأ ضروري جدا أيها الإخوة الكرام، ولذلك لا بد بين الفينة والأخرى أن يقبل الأبوان ابنهما أو بنتهما الصغيرة حتى تنشأ على رضاعة الحب، ليس رضاعة اللبن فقط، رضاعة الحب والحنان من الوالدين. المعنى الثاني أو الجانب الثاني هو جانب الإرشاد والتوجيه والتعليم. أحيانا يستقل المصطفى صلى الله عليه وسلم موقفا من المواقف ليعلم ابنه أو أي طفل مبدأ مهما ينبغي له أن يتعلمه في هذه الحياة. رأى عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين وقد التقط تمرة من الأرض فأراد أن يضعها في فمه، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كخ كخ لعلها أن تكون من مال صدقة، وإن الصدقة لا تحل لآل محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة لأنها لا تحل له. كخ كخ يعلمه لا تحل لنا الصدقة، نحن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وذات مرة أيضا في جانب الإرشاد والتعليم أتي له بطفل من صغار الصحابة يسمى غضيف، غضيف بن الحارث السكوني، هذا ما شاء الله عمر طويلا حتى سن 80 سنة، وصل إلى سنة 80 هجرة مات. غضيف سكن في حمص. غضيف بن الحارث السكوني أتي به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله هذا الطفل يأكل يرمي نخل الأنصار حتى يسقط الرطب ويأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، شوف المسح الحانية هذه، مسح على رأسه وقال له كل مما سقط ولا ترمي نخلهم، كل مما سقط يعني لحاله ولا ترمي نخلهم. شوف كيف بهدوء وعناية فائقة واهتمام بالغ منه عليه الصلاة والسلام. فأين هم أولئك الآباء الذين يسترشدون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقابلوا أبناءهم الصغار مثل ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال؟ لذلك نحن نقول اجعل الترغيب قبل الترهيب، حببه كل بعطيك 10 دراهم بعد مش كثير عليه يعني. مرة أيها الإخوة الكرام في جانب التعليم وجد عليه الصلاة والسلام موقفا على الطعام مع ابن زوجته أم سلمة واسمه عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة، والحديث صحيح. يقول عمر بن أبي سلمة وكان طفلا صغيرا، يقول لما يقرب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يدي تطيش في الصحفة، في الصحن تطيش، أكل من هنا ومن هناك ومن هنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطيش في الصحفة، وهذا يفعله الأطفال الآن، ونحن ما شاء الله علينا أول ما نشوف الطفل هكذا ضربنا على يده. علم يا أخي بهدوء، هذا الطفل ما سبق أن ربي على تعليم صحيح، علمه برفق. ماذا تنتظر البلاي ستيشن تعلمه ولا ما تبثه القنوات؟ لا بد من تعليمه برفق. يقول كانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث موجود في مناهج التربية الإسلامية لأطفال منذ الصغر، سم الله تسمية لابد منها، وكل بيمينك وكل مما يليك. نحن سبحان الله أحيانا ننسى ناكل بالإيد اليمين والإيد اليمين تكون متسخة بالطعام فمسكنا القراص نسيانا. فمرة كنت معزوم في رمضان على الإفطار عند أحد مشايخنا الكرام، فحتى ما أوسخ الكأس أبغى أشرب مسكت بهذه الطريقة، حطيت الكأس على ظهر الكف، جيت بشرب وإلا أسمع، فأنظر من اللي يعمل لي كذا، جيت برفع فشفت الشيخ اللي عازمني، قلت له خير شيخ؟ قال ماذا تصنع؟ قلت له أشرب، قال بأيد، ما عندي جواب أيد، قلت له على ظهر اليمين بمساعدة اليسرى، قال تحتالون على الشريعة تحتالون على الشريعة. فيا أخي وسخ الكأس ما في مشكلة يا أخي، سيغسل بعد ذلك. فكل بيمينك وكل مما يليك، هذه أيضا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. هناك إرشادات أخرى أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال
أن لا يدخلوا على الزوجين أو الأب والأم في أوقات ثلاثة مهمة، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إلى أن قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي كل الأوقات، مش بس الأوقات ثلاثة، كل الأوقات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذا بلغوا الحلم، بلغوا البلوغ، فيعلم الأطفال أن في هذا الوقت ما يدخل الطفل على الأبوين إلا باستئذان، والاستئذان صوره شتى، إما بالطرق على الباب، الطرقة الأولى ما جاوبته يطرق الطرقة الثانية، ما جاوبته الطرقة الثالثة، إن جاوبته قلت تفضل دخل، إن لم أجيبه أعلمه من البداية من قبل: يا ابني إذا ما ردينا عليك لا تدخل، ثلاث مرات. إذا ما أذن الأبوان لا تقول والله أبوي زعلان مني ما يدخلني، لا، هذه هي آداب الإسلام. إذن الحديث واسع وشاسع في مسألة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. إذن ركزنا على نقطتين رئيسيتين: نقطة المداعبة والتقبيل، ونقطة التعليم والإرشاد. وأنا متأكد إن شاء الله إذا ما أتقن الأبوان الاهتمام بأبنائهم وأطفالهم في هذين الجانبين سينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بكتابه سبحانه وتعالى، وأسأله عز وجل أن يثيبنا خير الجزاء على كل عمل أو قول نبتغي من ورائه وجهه الكريم ونبتغي رضوانه سبحانه وتعالى، وأن يبعدنا وإياكم عن السوء وعن الفحشاء، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.